احمد قادري رئيس مهرجان فارس القصر، ومعانا احمد الفائز الاول في المهرجان. برحب بيكم. اهلا بحضرتك، مبروك لاحمد حسام، هو مبروك يا احمد، الف مبروك الجائزه، وان شاء الله ده تبقى دي بدايه المشوار باذن الله. ان شاء الله طبعا. احمد، عايز اعرف ايه شعورك النهارده وانت الفائز الاول وزي ما بيقولوا ستار النهارده في المهرجان؟ اكيد طبعا مبسوط جدا وفرحان جدا، ويعني استاذ احمد قادر اكيد برضو يعني فرحان ان هو عمل مسابقه زي دي نجمع الفنانين كلها ونفسه بعض، بجد حاجه كبيره جدا. استاذ احمد قادري مبسوط جدا طبعا يعني ان انا جبت المركز الاول الحمد لله. دي المشاركه الاولى ليك في المهرجان يا احمد ولا شاركت قبل كده؟ لا، يعتبر المشاركه الاولى في المهرجان. هم المشاركه في المهرجان. اتمنى لك التوفيق وما تكونش اخر مره ان شاء الله. ان شاء الله. الف استاذ احمد، بهني حضرتك بنجاح الدوره الثانيه وبوجود شعر جميل زي احمد، وعايز اعرف شعور حضرتك. الحقيقه احمد مطرب وحد جميل جدا ويستحق هذه الجائزه بالفعل، وهو ان شاء الله له مستقبل في هذا المجال، واحنا دايما بنحب ندعم الشباب وبنحب نقدم لهم حاجه حلوه، عشان كده احنا النهارده بنقدم له فارس القصر، وبرده في اغنيه منفذه من شركه الرساله الالفيه الفنان هشام زتون، وفي اعمال كتيره مع شركات تانية منافسه برده هتعمل لهم اغاني، وده شيء جميل جدا. استاذ احمد، عايز اعرف من حضرتك ايه المميز او الجديد اللي قدمته الدوره الثانيه السنه دي من مهرجان فارس القصر؟ هو المميز ان هي اكتشفت شباب جديد جميل فعلا واعد، وان فعلا مصر ولاده وفيها مبدعين كتير قوي، وده بيأكد برضو ان احنا محافظين على هويتنا، لان احنا من خلال المسابقه بنخليهم يغنوا اعمال قديمه واعمال تراثيه واعمال مرتبطه بالفن الشرقي الجميل. المسابقه بتصدر فنانين جادين جدا بيفهموا معنى الفن الراقي، عشان نقدر نحارب الهجمه الشرسه ضد الاغنيه. الاغنيه بتتعرض لهجمه الايام دي عشان خاطر عايزين يسحبوا منها الهويه المصريه، وده شيء مستحيل جدا هيحصل في صوره احمد وفي صوره رودينا وكتير قوي فازوا في فارس القصر. ميرسي جدا لحضرتك، وبنتمنى لكم التوفيق ونجاح، وان شاء الله نجاح اكتر في الدورات اللي جايه. جدا، وشكرا ليكي. شكرا. شكرا يا احمد، والف مبروك. الف شكر لحضرتك.